آه نشوف آه هذا التقرير آه عن آه واحده من اهم النجمات الموجودين في السينما المصريه حاليا، هند صبري زي ما قلت في مقدمه البرنامج مش آه مش فنانه عاديه مش ممثله آه بتحب الفن وانتهى الامر، لكن ممثله ذات موقف، ذات رؤيه، ذات آه 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 قضيه، آه كل يوم هند صبري بتصحى الصبح مش لازم تحط صورتها على الانستجرام، لكن بتصحى الصبح تفكر انا هعمل ايه انا هقدم ايه مش بس للجمهور هقدم ايه ل... للناس للانسانيه للناس اللي حواليا أه معرفتي الشخصيه بهند صبري تجعلني اقول انها بالفعل فنانه استثنائيه نشوفها يلا بينا يا جماعة مساء الخير عليكم يا اللي معانا انتوا اكيد بتتفرجوا علينا بالليل سموا بقى كده وخليكم معايا واحدة واحدة <applause> <applause> انتوا احوالكم ايه؟ انتوا كله تمام؟ يا ماما يا أم بجد أنا لازم أشارك معاك فرحتي النهاردة <تصفيق> <تصفيق> يا سلام يا سلام هو ده الكلام المفيد أنا المتعلمة المثقفة الدكتورة أعمل كده أجر كده مش حركات مش حركات طبعا مش عايزة ولا كلمة ده كلام مفيهوش نقاش خلاص أنا مش عايزة نقاش ايوه كفايه دلع بقى صديقتي هند صبري حمد الله على السلامه الله يسلمك نورتي الشاشه ربنا يخليك بلبقتك بذكائك اشكرك بمنطقك نورتي الشاشه يعني هند صاحبتي فانا بيبقى صعب عليا اعمل انترفيو مع صاحبتي بس هنحاول يعني. لا هنتربي. بس غير ان انت صاحبتي انت كنت وحشانا كلنا بجد فالحمد الله على سلامتك آه مبروك الجائزه الاول آه جائزه قرطاج جائزه مهمه جدا هتكلم عليها بعد دقائق لكن انت لسه راجعه من بنجلاديش كنت صحيح. ايه؟ كنت بزور أكبر مخيم لاجئين في العالم، مم. مخيم الروهينجيا، يمكن إحنا هنا نعرف شوية حاجات عنهم، آه لكن هم طبعًا تم طردهم من ميانمار على أساس عرقي وديني، هم قبيلة مسلمة، وفي مليون واحد في المخيم ده، مم. فالمخيم ده يعتبر فعلًا أكبر مخيم لاجئين في العالم، وأنا بصفتي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، رحت سافرت أقابلهم و... و... وأزرهم و. واحسسهم كمان ان العالم العربي بنجومه ب... ب... بالمجتمع بتاعه مش مش بعيد عن الانسانيه يعني هند بتلاقي الوقت تعمل ده يعني انا عارفه انك بتشتغلي جامد لكن لكن فكره ان انت ما بين الاولاد وبين الزوج وبين الحياه الاجتماعيه اللي أنا عارفه ان انت برضو بتحرصي عليها انها تكون تكوني انسانه طبيعيه وبين الشغل وبين فبتلاقي الوقت انك تروحي تزوري الناس زي ما احنا شايفين على الفيديو كده بيبقى على حساب حاجات تانية يا لميس بيبقى على حساب ساعات وقتي مع عائلتي لكن دايما بحس انه في اولويات في حياتي لو ما عملتهاش بناتي مش هيبقوا فخورين بيا آه لما جيت اقول لهم انا رايحه بلد آه فيها يعني فقيره جدا فيها ناس عايشه ما عندهمش حتى يعني الـ الـ الاساسيات آه وقعدت افهمهم بناتي عندهم 8 سنين و سنين فعارفه بيقعدوا يسمعوا فبقول انا بعلمهم من بدري ان هم ما يعيشوش بس لنفسهم جميل انك تعيش لنفسك بس ان انت تعمل حاجات كمان لل... للناس ده بيديك purpose. بيديك بيديك سبب تعيش تصحى تصحى عشان الصبح ايه اكتر حاجه لفتت نظرك هناك وقفتي قدامها كتير أوه. لا حاجات كتير بس لا هم بصي احنا النعم نعم ربنا علينا كتيرة وتعودنا عليها بيخ... بينسينا حاجات كتيرة قوي. يعني الواحد عنده جنسيته، عنده بطاقة، عنده رقم قومي، عنده بيت، عنده عنده لبس. أنا شفت أطفال مش لابسة حاجة، ما عندهاش حاجة تلبسها. مم. فإن أنتِ تشوفي طفل عنده مثلا سنتين ثلاثة ما عندوش هدمة يلبسها هدمة هدمة مفيش فيش حاجة، يعني زي أو. ما ربنا خلقه عاري عاري وامه بتبص له وبتتفرج عليه ومش عندها ما فيش حاجه تعملها ما عندهاش حاجه تعملها فدي حاجات بتذك... بت... بتفكرنا يعني هي ذكرى لحاجات كتيره قوي يعني انا دايما بقول انا في انانيه في جزء اناني جدا في الموضوع ان انا لما بروح بص يا لمسة احنا برضو عايشين في... في في, عالم خاصة بقى الممثلين وكده بيقولوا هم عايشين في برج عاجي وما بي... ما, بي... ما, بي... ما بي... بيختلطوش كتير ده مش حقيقي خالص اولا لانه في الاخر احنا بني ادمين عايشين في... لكن كمان بنتعزل لاسباب كتيره مم. الواحد بيبقى ايه يعني مكسل ينزل للناس تتصور معاه مش عارفه ايه وبتاع فبيبقى ايه عايش في حدود كده ضيقه بتلاقي نفسك بعد شويه يعني انعزلتي فانا دايما بقاوم ان انا انعزل ان انا اعزل نفسي بنفسي بتكسري أوه. الحلقه اه يعني عمدا <applause> اون بيربس اه اه عمدا طبعا مم. عمدا طبعا والا مش حابة اولا ولا حابة بني ادمه ناجحه ولا حابة ممثله ناجحه هند بتنزل تلبس التريننج سوت تنزل تروح السوبر ماركت مثلا تنزل تشتري حاجتها تنزل مع الولاد المدرسه احيانا الايام بتاعه آه الاهالي آه دي آه طيب وكده النهارده الصبح والله لسه كنت معاهم في المدرسه الصبح بحاول بحاول اعمل كل الحاجات العاديه اللي كل ام بتعملها لكل زوجه بتعملها انا ست بيت بمعنى ان انا يعني بيتي ما مش بغفل عنه لكن ده بيتعب يعني ده متعب اه طبعا ده متعب طبعاً. يعني وانا عارفه ان انت كده ف يعني ده متعب. متعب انت بتحاولي تكوني لانك بتحسي ان انت بتشتغلي فبتحسي بالذنب أوه. كثيرا فبتعودي تقولي انا عايزه اعمل كل الحاجات ده عشان ما حدش حواليا يقول لي حاجه يقول لي ان صح. انا كنت ناقصه شويه سواء صح. كأم او كزوجه صح. او صح. قرطاج صح. وانت واقفه بتاخدي جايزه قرطاج والرساله المؤثره اللي قلتيها معانا الكليب اظن حنذيع منه جزء معانا كلمه قرطاج طب نسمع بس جزء بس. من كلمه قرطاج ونخلي هند تعلق عليها بعدها 25 سنه تالي بالضبط طفله صغيره طلعت كوليزيه مازال ما فماش وقتها مدينه الثقافه تتكعبر خذت جائزه احسن ممثله عن فيلم صمت القصور ما برشا حاجات تبدلت في 25 سنه لكن فما حاجه ما تبدلتش هي اللي المراه التونسيه في السينما التونسيه اغلب الاحيان تكون تايهه او رهينه رهينه قوانين دزها القدام ورهينه مجتمع ساعات ما يحبهاش تمشي القدام هذه كل مرات تونسيه تحب تمشي القدام هند وحديثك للمرأة تأثرت جداً حديثك للمرأة التونسية القوانين التي أنت شايفة أنك لازم تغيريها قوليلي الأول مشاعرك وأنت واقفة أون ستيج قرطاج بعد 25 سنة من هند عينيها خلاص دمعت يعني قوليلي مشاعرك الاول ما هي مشاعر طبعا قويه جدا لان انا طلعت اول مره كان عندي 14 سنه فما كنتش عارفه 14 اه صمت القصور كان عندي 14 سنه سنه 94 كان اول فيلم اعمله هيعدوا هيعدوا هند السنين أي هيعدوا انا ما عنديش اللي <تصفيق> <تصفيق> اللي عايز يعد يعني بالعكس الحمد انا بحمد ربنا ان انا طبعا موجوده ولسه يعني انا ابتديت بدري فعارفه حاسه ان انا برده يعني اتحسب عليا سنين كتيره بس هو انا ابتديت بدري جدا طفله كنت طفله فاحساس انك تطلعي تاني بعد خمسة 25 سنه اداني احساس بالفخر ليه؟ لانه سهل ان انت تنجح سنه سنتين بس مش سهل انك تكمل خمسة 25 سنه خاصه انه فعلا زي ما قلت لك انا ابتديت من غير خبره ما درستش ما يعني خدت الموضوع كده مش جد قوي في الأول، لكن تطورت، طورت من نفسي وحاولت إن أنا أشتغل على نفسي، وسافرت من بلد لبلد، وحاولت دايماً إن أنا أكون حتى في مصر ما أكونش الأجنبية، لأ، أعمل أدوار مصرية جدا وأدوار يا رب تكون أثرت في الناس بدرجات مختلفة. فده كان إحساس بفخر، وأنا مش دايماً بفخر بنفسي، بالعكس يعني أنا دايماً بحاسب نفسي حساب عسير جدا. فده كان يوم سعيد بالنسبة لي. بالنسبه للمراه التونسيه والمراه العربيه ككل هي المراه العربيه م. عندها نفس ال... ان احنا دايما بنطبح ل... بنطمح لقوانين واحوال شخصيه قوانين احوال شخصيه تنصفنا والمجتمع مش عايز يروح بسرعه زي القوانين. م. ويمكن تونس معروفه بان قوانين الاحوال الشخصيه متقدمه متقدمه لحد جدا ما آه، وانا فخوره بده جدا م. لكن أنا بشوف أن المجتمع بي بي بيرزست بي بيقاوم, بيقاوم القوانين دي فأنا عايز أقول أنه مش دايماً بس القوانين ما القوانين من غير ممارسة هي حبرة على ورق من غير مجتمع واعي بيها هي حبرة على ورق فهو نضال المرأة التونسية ما خلصش عشان عندها قوانين تنصفها ده احنا في مصر بننظر للمرأة التونسية نظرة إعجاب صحيح. ونظرة أنها فعلاً قدرت أنها تحرز قوانين مهمه جدا وتحققها صحيح. صحيح. بتقولي لي ان كثير من هذه القوانين المجتمع في تونس الان بيعوقها او بي... مش بيعوقها لانه في الاخر هي ساريه لكن هي من غير آآ آآ قناعه من غ... مش من كل المجتمع ما اقدرش برده لكن من غير مقاومه يوميه من المراه التونسيه في المجتمع المدني التونسي ممكن نرجع لورا. ايه الحاجه ايه الحاجه اللي انت خايفه عليها على الست التونسيه؟ ما فيش حاجه معينه، ما فيش حاجه بعينها، ما فيش قانون بعينه، لكن في نظره شمولية كده للموضوع انه القانون لازم يواكب معاه المجتمع يكون مقتنع بالقانون ده ومقتنع بمكانه المراه اللي لازم تاخدها. مم. فلو دايما هنقعد نقول اه اصل القانون مدي ما هو في مع المراه خاصه المراه البسيطه مم. اللي انا جسدتها في نوره تحلم يمكن انا اخذت الجائزه دي عن عن نوره تحلم معين بالزبط. في فيلم بيناقش موضوع مم. معين ف في ستات بسيطه ما تعلمتش ما درستش في تونس او في في كل البلاد العربيه فمش عارفه حتى حقوقها فلما المجتمع ما بيبقاش موافق على كل الحقوق دي مش هتعرف حقوقها صحيح هو فعلا تغيير القوانين قد يكون اسهل كتير من تغيير قناعات الناس بالظبط كتير جدا اسهل طب كتير جدا طب خليني افكرك بقى برحله ال25 سنه وباللحظه <applause> اللي وقفتي فيها <applause> على نفس الستيج سنه 94 يا جبتوا الفوتج ده منين جائزه احسن ممثله تمنح للممثله هند صابر في الفيلم التونسي صمت القصور le prix, le prix d'interprétation féminine. لا دي دي يسرى اه دي يسرى انا بعت لها الفيديو ده من اسبوع مثلا قلت لها شوفي يعني شوفي ده فخر كبير من وطالعه هند تجري البنت آه الصغيرة. الصغيره طالعه تجري بالفستان عيلة, يعني جمالها رهيب يعني <تصحيح> ايه <applause> اللي اتغير في هند دي من خمسة 25 سنه وهند دي بعد خمسة 25 سنه؟ حاجات كتير خبره في شغلي ادواتي في شغلي اعتقد انها يعني تطورت لكن دايما في حته كده مش عارفه اسميها ايه لكن في حته طفوليه لسه ماسكه فيها انا يعني لحد, لحد دلوقتي ماسكه فيها وبقول لو راحت يعني ما افتكرش ان انا هعرف ح... اشتغل، يعني لو شغلانتنا صعبة جدا، أنتِ عارفة هي شغلانة يعني مرهقة و... وفيها فيها ذكاء اجتماعي وفيها وفيها صبر وفيها يعني في حاجات كتير ومش كلها بإيدك، يعني مش كلها بإيدي أنا، ما ممكن مثلا الجمهور ما يعجبوش حاجة أنا كانت عجباني، فأنا كنت حاسة إن أنا هنجح وما نجحتش فلازم أعيد حساباتي تاني، فاللي بيخليكي تتخطي كل الصعوبات دي هي الحتة الطفولية دي، فرحتك بجايزة فرحتك بفيلم بدور يعني لو راحت دي هبقى موظفه يعني هبقى بروح مكتب صح و و وفكره الشغف بالمهنه انك انتي عندك انا عارفه ان مثلا لو انتي قعدتي كذا شهر ما اشتغلتيش بتبقي متضايقه آه جدا آه 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 الشغف المهنه دي يا جماعه مش مجرد اكل عيش لا المهنه لا. دي عشق أنا دايماً بقول المهنة دي صعبة لدرجة إنه اللي مش اللي ما عندوش شغف بيها مش هيكمل كتير، ممكن يكمل سنين لكن أو سنتين ثلاثة أربعة خمسة لكن مش مش هيصمد، يعني هي محتاجة وهنشوف إن النجوم الكبار العظماء كلهم عندهم شغف بهذه المهنة ما حصلش، وده اللي خلاهم يكملوا، يعني العظماء بتوعنا أساطيرنا في السينما دي دي كلهم كده لما تقولي الاسم بتعرفي من تاريخهم من من الـ من السي بتعرفي شغفهم بمهنتهم مش وبعد كل النجوميه دي انت قررتي ان انت ترجعي تعملي فيلم تونسي آه برضو الفيلم مش يعني آه مش المفروض ان هو كان يعني من اعظم الانجازات لا يعني لا لا لكن لا انت اخترتي صغير جدا فيلم صغير آه. بادجت صغيره بجت صغيره آه. مخرجه صغيرة. يمكن آه. يمكن على أول مره بالظبط وقالت لك تعملي كاستنج صح؟ و.. و.. وقالت لي اعمل كاستنج وعملت كاستنج رحتي عملتي كاستنج؟ رحت عملت كاستنج كاستنج يلعني. يا جماعه يعني انها <applause> ال ال المخرج <تبار>... او المخرجه بتشوف هتنفع ولا لا للدور تديها أه. دور كده وتقول لها مثلي قدامي كاستنج عشان تشوف هتنفع ولا لا هند صبري <applause> <applause> راحت عملت كاستنج؟ اه اه وما حسيتيش باي غضاضه اللي هو إيه جماعة؟ لا حسيت أه. بس عملته برضه مش غضاضة، حسيت إنه ياه يعني معقولة يعني بعد كل هذا بعد كل الشغل والجوايز وكده، لكن وجهة النظر مش إن أنا أعرف أمثل ولا ما أعرفش أمثل، هي وجهة النظر هي إنه ده دور صعب مش سهل وده حقيقي، وده دور محتاج حد وشه ممكن يكون لو مألوف قوي للناس ممكن يضر الدور ويضر الفيلم. فهي كانت خايفة من ده، وأنا تقبلت ده، ما هو خلي بالك برضه اولا في امريكا مثلا كل الناس بتعمل كاستنج يعني ده عادي حتى الكبار الكبار جدا يعني ميريل ستريب ممكن تعمل كاستنج جوليا روبرتس تعمل كاستنج ده في ال في الكالتشر بتاع في ثقافتهم احنا ما عندناش في م. الثقافه دي وفي ناس كتير تقول لك لا انا عملت ال يعني عملت اسم ما ينفعش اجي دلوقتي يقولوا لي تقولوا لي اعمل كاستنج لكن انا كنت هتحرم من دور بجد كنت عايزه اعمله طب فيها ايه يعني لو الايجو هو المشكله لا نلجم الايجو شويه نلجم الانا شويه عشان نعرف نعمل حاجات بنحبها طب نشوف برومو نورة تحلم ونورا ده الفيلم اللي حازت فيه هند على جايزتين جايزه في مهرجان الجونه وايضا جايزه مهرجان قرطاج العزيزه جدا عليه وجائزه في فرنسا و... في, في مهرجان سان جان دي نشوف نورة تحلم ذوما القضايا نتاع جمال طلبتهم علينا مدام كلفهم يا اخرى ما حبس هذا سرقه ذات لا تحايل شو قاعدك معاه سمحني اختي تعينت الجلسه اربع ايام اخري قتال يوم شهر يوم خمسه فشهر. رجلك في الشهر راجلك في باله لم في بالوش راجلي خاطر الاستدعاء مشى للدريسة القديمة كلثوم المحامية يعرفوا كل شيء راه بس سامحة ما تخلينا وحدنا يا يعرف ولادك شكون؟ هو هاي يعرف ولادي عليه فما مشكلة؟ ما فما حتى مشكلة أما ما يزمش ولادك على خاطر راجل شنو تقصد؟ أنا ما عندي حتى مشكلة، جست خمم في ولادك. ما تخممش في ولادي أنا نخمم فيهم ولادي خمم في روحك يا عايش. نظن اللي كلثوم قتلك اللي فما خمسة سنين حبس للزوج هاي نعرف فما حاجة أخرى؟ لا. إيه قصة نورة تحت؟ <applause> 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 نورة نورة شخصية يعني عصرية جدا تونس النهارده تونس 2018 2019 اللي هي اتغيرت كتير في السنين م. اللي فاتت والمجتمع تغير نوره من من الفئه الكادحه طبقه كادحه جوزها بيدخل ويطلع من السجن كده يعني سرقه نصب احتيال وهي مش مبسوطه وعايزه تتطلق من الاخر كده دي قصه نوره <تصفيق> <تصفيق> ما خفتيش ان انت بتتكلمي باللهجه التونسيه مش كل العالم العربي هيعرفها او يعني يتقبلها ومع ذلك خدتي جايزه في مهرجان الجونه ما هو ده اكبر دليل ان السينما مش باللغه السينما لا لغه كونيه يعني احنا رحنا لفينا العالم بالفيلم ده رحنا تورونتو رحنا اسبانيا رحنا فرنسا الفيلم نزل في السينمات في فرنسا الاسبوع اللي فات والفرنساويين بيدخلوا يتفرجوا عليه سبتايتل دل... تونسي سبتايتل بالفرنساوي لكن الجمهور بيعيط ويحس سواء كان بالتونسي بالمصري بالفرنساوي الاحاسيس هي واحده. خليني اقول لك مجموعه من التعليقات اللي جايه لك مساء الخير اعمال وادوار استاذه هند في هذا الزمن يذكرنا ب فن الزمن القديم والجميل مم. انا تونسي يا ريت تعملي اعمال تونسيه اكثر وبحييكي على فيلم نوره تحلم تستحق عليك جائزه ده مم. احمد شيرني شيرني اه, آه. آه. وبعدين في تعليقات على الكوره وبعدين بقى آه. هند صبري هتعملي آه. جزء من آه. تاني من حلاوه الدنيا آه. مش في البرنامج لا, لأ. أوه. لا ما افتكرش الدنيا مسلسل حلاوه الدنيا لا ملوش جزء مم. تاني اصلا ما يستحملش جزء تاني يعني صحيح هتعملي مع... الجزء السادس من الكبير انا عمري ما عملت الكبير اصلا أوه. لا ده هما بيتكلموا انا عايزه اتجوز يمكن يمكن عايزه كبير جدا أوه بس أوه بس عايزه اتجوز هو انا بحبه كلنا بنحب عايزه اتجوز جدا اه كلنا بنحب انا كمان انا نفسي اعمل بقى حاجه من عايزه اتجوز اه نفسي اعمل حاجه من ريحه عايزه احنا كوميدي. عايزين نعمل حاجه كوميدي اه انا انا دلوقتي نفسي في كوميدي هند انت دمك خفيف وعشان <applause> انت دمك خفيف في يعني الكوميديا الموقف مش الافيه اه انا مش كوميديانه مش كوميديانه بس حقيقي دمك خفيف طيب عسل هند صبري فهل في جزء ثالث من الجزيره الناس عايزه اجزاء الناس كتير عايزه بتسالني عن موضوع الجزيره غالبا من كتر ما هو ماثر في الناس نفسنا كلنا نعمل جزء ثالث للجزيره نسال الاستاذ شريف عرفه بقى يمكن يبقى عنده فكره شيماء وجيه بتقولك لك قولوا لها انها مثال للمراه العربيه آه. الذكيه المحترمه المثقفه آه لازم تحافظ على كده واوعى تنسى حب مصر قدر ما حبتك طيب مش بنسى خالص بل بالعكس آه برا يوسف محمد برافو 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 على فريدة ده الفيل الازرق ابهرتيني آه نونا رسلان انت اكتر واحده بحس انها مصريه ومثقفه وطبيعيه بحبك قوي شرف. مفيده اشرفي نحبك فيك نضجك وثقافتك ورقيك وابداعك الحقيقي دي شكلها تونسيه انا بحاول اتكلم تونسي <applause> لا بتتكلمي كويس آه، الذي ينبع من معاناه الانسان وبعد حص... بعد ان حصدت الجوائز لفيلم نورا تحلم ونجاحه ماذا تحلم به هند آه، سؤال سؤال جميل والله مش احلامي مش كبيره يعني احلامي عمرها ما بتبقى طموحاتي حاجه بس احلامي حاجه تانية يعني انا بطمح وبشتغل بسعى كتير في شغلي لكن احلامي بتبقى يعني ليها علاقه كلها بعيلتي بالصحه بالستر يعني ب, ب, ب الحاجات الصغيره اللي دور عايزة معين تعمليه لا لأنه كل الأدوار اللي عملتها وعلمت معايا ومع الناس ما كنتش عمري ما حلمت مثلاً أن أنا أعمل جنية أو واحدة ملبوسة زي في الفيل الأزرق لكن ما شاء الله كسرت الدنيا عمري يعني أنا بحب أن أنا لما ألاقي حاجة بحبها بسعلها زي ما قلت لك رحت عملت كاستنج عشان حبيت نورة زي ما قلت لك قريت عايزة أتجوز البلوج والكتاب وقلت أنا عايزة أعمل ده يعني ببقى بسعى لحاجات معينه لكن حاجه كده اقعد ابص لها من بعيد اقول بحلم ان انا اعملها لا يعني مثلا في سير ذاتيه بتبقى حلم لكن انا عارفه ان انا مش هعملها لان انا عارفه انها مش هتشتغل زي ايه يعني انا مثلا بحب ما مي زياده جدا ياه yeah. اه لكن مش هتشتغل برضو انت مختلفه يعني انك تختاري مي زياده ده عقل مختلف معرفش لكن هي ده على فكره حياتها درامية عربية عميزي. كان لها صالون مهم جدا آه واحده من ال صالون ادبي صالون ادبي مهم وواحده من المثقفات وقصص حب وقصه حب لا. كبيره حب مع عباس عنيفه ع... مع عباس العقاد وغيره ما زياده قصه بقى. لكن انا مع كل حبي ده انا عارفه جوايا ان انا مش هعمل السيره الذاتيه دي اولا لان انا مش مؤمنه بالسير الذاتيه ثانيا لانه في في عناصر دراميه معينه ممكن تحلمي لكن مش مش, حت مش يعني لازم برضو نتماشى مع عصرنا نتماشى مع جمهور نتماشى مع حاجات كتيره قوي فالحلم مش كفايه لازم نسعى لازم نشتغل الفيل الازرق انا بالنسبه لي كان مبهر وانا كلمتك بعدها وقلتلك ان انا يعني انبهرت بيكي كنت قد كده مؤثره قد كده لبستي الدور وكان الحاجات لبستك يعني كنت بتنامي ازاي ده انا قعدت يومين فاتحه النور بالليل لا ده انا قعدت كتير ما بنامش اه, آه. رعب آه, اه طول فتره التصوير ما كنتش بنام وكنت بطلع لكل الكروب بتاع الفيلم في الحلم كانوا بيجوا الصبح لما يشوفوني يقولوا لي بسم الله الرحمن الرحيم وكنت يعني انا كنت مخدوده من نفسي اصلا بس الفيلم ده اداني حاجات مع الجمهور لو قعده اتكلم من هنا للصبح كان يعني كان افري every, uh, every effort يعني الصراحه يعني كان يستاهل كل التعب اللي تعبته من كتر اعجاب الناس وحب الناس و و وتعليقات الناس على السوشيال ميديا انا ما كنتش مصدقه نفسي وخاصه ان انا جايه فيلم جزء تاني انا مش موجوده في الجزء الاول وخالد الصاوي في الجزء الاول يعني ما شاء الله تفوق على نفسه فجايه في مقارنه مش 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 سهله لكن هي دي بقى التحديات اللي بتعجبني يعني هي دي التحديات اللي بتخليني ما, ما خفتيش لحظه؟ خفت طبعا لما قريتي السيناريو آه ما خفتيش قلتي. مرعوبه لحد اخر يوم تصوير آه. بس من غير خوف هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه. فيش تحدي. مش هنعمل حاجه. قالوا لي مثل جميل قوي في بنجلاديش، قالوا لي في مثل بنجلاديش يعني بيقول لك اللي حاطط ايده تحت, تحت يعني مكتف ايده كده ما بيغلطش بس هو ما بيعملش حاجه. دي نظريه مهمه جدا. حسام اه حسام بوراوي اه انا اعرف سلمي عليها هي تعرفني. ده نعرفه <applause> فان من الفانز المخلصين شنو احوالك يا حسام؟ سيد عبد العظيم عاوزين اعمال تانية مع ظافر نوجو تقوي عملت طبعا مسلسل حلو جدا مع ظافر حلاوه الدنيا وفرتيجو آه. صح تحيه لجميلتنا هند صبري ماجد عزيز حد بيقول هل انت مستعده لاعانه اهالينا في قرى تونس المحتاجه يعيشك يعني هو مش توريو خليل مش مستعده هو ده بيحصل فعليا و... يعني انا بالنسبه لي ما فيش حدود للانسانيه يعني عارفه في ردود كتير قوي بتجيلنا ساعات خصوصا النجوم لو اتكلمنا على حاجه انتوا ليه ما اتكلمتوش على الحاجه يعني اشمعنا بتتكلموا على الحاجه دي ما تتكلموش على الحاجه دي اشمعنى ما هو احنا كمان يعني ما نقدرش نتكلم عن كل حاجه طول الوقت لكن ان انا اروح بنجلاديش ده لا يمنع ولا يعني لا ينفي أه علاقتي بوطني. بوطني واللي بعمله سواء كان الاستاذ يعرفه او ما يعرفوش وهي الفكره انه مش كل حاجه بنعملها لازم نقولها لا كثيرا مش لازم. يعني -مش سواء لازم. عمل خير او عمل اخر او مسأ... بتفقد معناها يعني مش دايما لانه ان احنا نتكلم عن قضايا معينه مهم يعني انا دايما بيقولوا لي الاسئله دي دعايه ايوه هي دعايه طبعا هي دعايه هي دعاية للخير للقضية بالظبط هي دعاية للإنسانية ما هو أنا برضو إزاي يبقى عندي فولورز بالملايين وما تكلمش معاهم عن حاجات كده يعني ما هو برضو يعني ده ينفي جزء مني أنا شخص جزء من شخصيتي بتختاري الدور إزاي يعني من الواضح إن ما فيش دور بتقدم فيه هند شخصية عادية يعني لا أذكر فيلم ليكي أو مسلسل عادي اللي هو حد تاني غير هند يجي يعمله فيبقى اوكي لا هو الدور ده مختلف وبيسيب بصمه مختلفه وبيخلي عقولنا تفكر. يعني أنا سعيدة إنك بتقولي كده الصراحة. يعني ما بشوفهاش كده أنا بشوفها من وجهة نظر تانية يعني مثلاً هديكي مثال حلاوة الدنيا م. أمينة الشماع ما هي عادية وحتى مرض المرض الخبيث مرض السرطان. ما هو مرض بيجي لكل الناس. صحيح. يعني بيجي في كل بيت. فهو الموضوع التيمه عاديه، هي بنت عاديه بتشتغل شغلانه عاديه وهتتجوز جوازه عاديه، لكن اللي مش عادي هو التريتمنت بتاع المسلسل، هو التريتمنت بتاع الشخصيه. م. لكن بالعكس انا بحب الشخصيات العاديه اللي هي لما لما تعدي جنبها في الشارع ممكن ما تشوفيهاش، بس السينما بتعمل فريز فريم بتعمل كلوز كده على الشخصيه دي اسماء مثلا لو شفتيها في شعر ما في مليون اسماء ماشيه في الشارع لكن احنا وقفنا عند اسماء وقفنا عند امينه الشماع وقفنا عند بوسينة في عماره يعقوبيان وقفنا عند كريمه في الجزيره ما كريمه صعيده, صعيدة كتير زيها لكن السينما حلاوتها انها بتقوم ايه مشرحه كده يعني داخله ومشرحه بني ادم دي حلاوه المهنه دي بالنسبه لي يعني ابعادها النفسيه ابعاد الاجتماعية البيئة اللي نشأت فيها الشخصية دي فيمكن ده اللي بيخليني مملش للشخصيات اللي هم ما عندهمش ابعاد كتير اللي هم تو دايمنشنال بس اللي هي مكتوبه بس عشان تبقى الست البي... موجوده يعني عارفه الخطيبه الزوجه آه. آه. اللي مش عارفه ايه لكن اميل للشخصيه اللي فيها ابعاد يعني ثري دايمنشنال مين اقربهم ليكي الحمد لله كتير م. أقربهم لشخصيتي ولا أقربهم ليا حباً أقربهم يعني؟ حباً حباً ياه بحب بصي أكتر شخصيات بحبها هي الشخصيات اللي الناس حبتها ده حقيقي حبت كل الشخصيات لا بس علا عبد الصبور مثلا ليها مكانة خاصة عند الناس كريمة ليها مكانة خاصة عند الناس ولعبد أه الصبور أه في, في عايزه اتجوز عايزه اتجوز آه. طبعا كريمه في الجزيره الشمع في حلوة امينة الشماعه في حلاوه الدنيا ليها مكانه خاصه عند الناس يسريه في احلى الاوقات ليها مكانه خاصه عند الناس آه دلوقتي فريده عبيد في الفيل الازرق فريده الأزر. فريده آه. تيك توك, تيك توك. <تصفيق> <تصفيق> فهي هتلاقيني دايما بحب الشخصيات اللي الناس حبتها ومين اقربهم لهند؟ شخصيه امينة الشماعه حلاوه الدنيا آه. مم. شبهي قوي. مم. جدا. اه بيرفكشنست وجدعه ويعني قويه كده ومش بتنهار بسهوله و آه،, يعني اه بنحبك عايزين كوميدي. اه والله وانا كمان. في آه، ابو الشلبي <applause> عايزين نشوفك مع احمد عز من جديد ماهر عزت. احنا لسه عاملين الممر. بس آه. ان شاء الله قريب تاني آه. هل انت ودره اصدقاء؟ على ان انتوا اتنين توانسه يعني اه يعني آه. مش اصدقاء طبعًا. مقربين لكن بنود بعض يعني. طبعا آه كذا 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 اوكي يعني كل ده محبه يعني فانا باخد بس <applause> الاسئله هاخد الاسئله بعدين هبعت لها الحب هبعت لها يا ريت بعدين علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ <تصفيق> 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 انا في اول البرنامج قلت هند مش من الشخصيات اللي بتصحى الصبح احط صورة على الانستجرام، مم. لكن هي بتصحى تفكر انا هعمل ايه؟ وساعتها احط صورتي لكن مش هصحى الصبح صباح <تكلم> الخير <تكلم> صباح الخير يا اولاد، انا حلوة النهاردة، انا كده يعني، أنا مش قصدي أي حاجة أنا بس <تكلم> يعني جاتلي لي حالة شقاوة كده ضحكتيني أيوة أنتِ ما جات لي حالة هاربة كده <تكلم> أيوة <تكلم> يعني آه علاقتي إيه بالسوشيال ميديا؟ علاقة شد وجذب، يعني مش دايماً بحبها وساعات بدمنها وبضايق من نفسي وجوزي بيتضايق مني اكتر و... قاعده على طول ماسكه التليفون يا انت؟ أوه. كلنا كلنا كارثه واحمد مش كده خالص بيبقى قاعد بيتكلم بيتكلم وبعدين ولا... شويه تقول ايه؟ <applause> التاني ممكن تعمل ريوايند الجزء ده ترجعه تاني؟ ما عندي نفس المشكله في البيت كارثه اه والبنات بقى بيقولوا لي سيبي التليفون مم. ده بقى بيوجعني قوي لما بيقولوا لي كده فبحاول دلوقتي ان انا يعني آه... اتخلص من الادمان ده، لكن انا بشوف انها مهمه السوشيال ميديا مهمه اولا لانها بتخلي في في علاقه آآ آآ مباشره بينك وبين الناس، يعني زمان كان لازم انترفيو، كان لازم تطلعي في التلفزيون، كان لازم الموضوع دلوقتي بقى اسهل ان انت توصلي جداً للناس وان انت توصلي وجهه نظرك، لكن هي خطر جدا. وانا حتى كاتباها على فكره في الـ في, الـ في البروفايل بتاعي على الفيسبوك الشخصي بتاعي انه Uh, remember before you say anything the internet is forever اه احنا خلصة. بقى مشكلتنا ان احنا بننسى ان الكمبيوتر ده هيفتكر كل حاجه صوت وصوره يا ماما صوت وصوره أوه. فده الخطر فيه ده الخطر فيه أه بتحبي اكتر انستغرام ولا تويتر ولا بحب انستغرام وتويتر ثم فيسبوك ثم يعني انستغرام تويتر فيسبوك كل انستغرام اكتر حاجه كايند عايزه اقول ايه كاين إنستجرام اه اه يعني طيب اه الناس مش مش أتاك اه اه ده الحاجات الثانيه فيها اتاك قوي تويتر في اتاك تويتر بس انا وتويتر اصل انا اصلنا علاقه طويله طويله وكل حاجه يعني عارفه خنقتي على تويتر كتير كتير كانت ايه اسباب الخناق لا مش عايزه افتكرها من كتر يعني ما كانت فبطل فتقريبا بطل. انسحبتي شويه من آه. شوية. لا مش انسحبت موجوده بس ما بقتش ب... عارفه ما بقتش بتبرع ب... بارائي كلها بمنتهى السهوله كده لا ليه وانا اتبرع ليه وادخل في خناقات ونقاشات ولا ليها لازمه بتبقى شاكه هو مين اللي و... قاعد معايا بيقول الكلام لا لا. ده انا شايفه ان دي حاجات بتاثر العمر طب نشوف مجموعه من الصور اللي على الانستجرام بتاعك ونسمع تعليقك عليها آه دي صورة آه آه بنجلادش. دي مع ستات آه من, آه من مين البنات دول يا يعني؟ هند؟ دول ستات بنشتغل معاهم في برنامج الأغذية العالمي بنديهم فرص إن هم يعملوا مشاريع صغيرة زي مثلا تجيب فراخ تبيع البيض تجيب مواشي بنعلمهم الامباورمنت بالطريقه دي يعني بالتمكين مم. تمكين المراه تمكين المراه فقابلتهم وكانوا لابسين هم الشال البينك ده وطلبت منهم أنهم هم يدوني شال عشان ابقى لابسه زيهم ش... لونه حلو قوي قوي لسه عايزه اقول لك انه شكلهم مبهج شكلهم مبهج لانهم ابتدوا يعرفوا ان ان ليهم صوت عارفه المراه ما فيش حاجه بتخليني فخوره قد ما لما بشوف مراه اكتشفت صوتها مم. نشوف الصورة الثانية هند من قرطاج <applause> هل ده أغلى أغلى جايزة دي كانت عليكي ولا يعني تقييمها إيه؟ آه، هي طبعا من أغلى الجوائز إذا ما كانتش أغلاهم أنا عندي جايزتين بحبهم قوي الاثنين آه، آه، بتو... بتوع قرطاج 94 ودي وجائزه آه... سيد حد الجائزه النجمه لمنا شلبي. شلبي كلنا سعداء ان منى شلبي هتاخد الجائزه وانا سعيده و... جدا وجائزه فاتن حمامه ان ياخدها برده برضو... يعني انتي صغيره في السن ومنا صغيره صح. في السن يعني برده ده جميل ان الجائزه فاتن حمامه تروح الحمد لله. لله ان احنا اشتغلنا يعني انا ومنى كمان نعتبر نفس الجيل نفس م. السنين نفس ال... اشتغلنا مع بعض في صداقه حقيقيه اه هي ممثله جباره وممثله عندها بقى شغف فظيع بمهنتها شغف بجد يعني عايشه يعني لمهنتها فانا سعيده انها بتاخد الجائزه دي فعلا وكلنا هنبارك لها ان شاء الله نشوف صوره ثانيه جونة بقى <تكت hobbit> ايوه لازم اقول لك <تكتور> ان انا كنت معجبه بالصوت بالبدله صح انا حبيتها قوي البدله والقميص الابيض ستيتمنت من عجبي اصل اصل مش عارفه ليه بس المهرجان ده بالذات بيرتبط باللبس مش عارفه ليه فجاه م. بننسى انه مهرجان وانه في سينما وانه وكل الناس والسوشيال ميديا قلبت الدنيا على فلانه لبست ايه وشوفوا لبسوها وحلو ومش وحش وكذا وكذا اه ما كنتش عايزه بقى العب اللعبه دي خالص ففكرنا انا والستايلست ياسمين عيسى قلنا ايه اللي ممكن بقى يبعد الموضوع تماما صوت امان صوت انا اي <applause> لاف <applause> يعني عجبني الستيتمنت انت بتقولي كلمه قويه ويعني مختلفة آه، لازم نلعب برضو شوية مع الكودز دي يعني م. هي القوانين الموضة م. معمولة برضو علشان نكسرها يعني والا هنبقى كلنا ماشيين و... 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 ومش القوانين اللي هتمشي علينا يعني بالزبط. هي دي الفكرة أنا خصوصا لما نعمل تنمر يعني آه. مش قوانين بالزبط. بيبقى تنمر خاصة نشوف صورة كمان لوليا اه دي, إيه دي اللي... عرافة الغجر اه <applause> حكاية دي حكايه اربع ساعات يوميا من من التجهيز مم. لانه كان لنسز طبعا, طبعاً لنسز واجه. والشعر وتاتوهات يمكن مش باين ده في الفيلم بس كان كل كل دي تاتوهات بتتعمل في ساعتين ميك اب كان بيتعمل في ساعتين يعني لوليا كلها على بعض كانت اربع ساعات اربع ساعات تجهيز يوميا مم. لكن كانت أ... ما ايام ما تتنسيش وكان فيلم حلو قوي الحقيقه الحمد لله اكبر اكبر ايراد ايراد في تاريخ السينما المصريه م. ده حقيقي أه بسرعه هقول لك بس دورك رائع في فيلم الممر برغم انه دور صغير م. لكن دور رائع أه مين بتشجعي في كره القدم تونس او مصر ما هتشجع الاثنين <applause> هي تونسيه ومتجوزه مصر <applause> الاسئله ماضي. دي انا قلت أه. شفت الاسئله الحساسه دي أه. وبعدين احنا مش هنسيبها تشجع حد تاني ما. 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 يعني ما بقتش ب... ب... برد على الاسئله دي ايه رايك في السينما التونسيه <applause> <applause> في تقدم في تقدم. سوريا خليل. م -م. ده... طب نشوف صورة كمان يا جماعة. الصورة القادمة. ده متجونه كمان. بحب انا الصور اللي فيها كده. سلام. اه يعني عارفة مبسوطة قوي بال يعني السنة دي الحمد لله كانت سنة بالنسبة لي في الشغل الحمد لله كوي. يعني فيها تنوع وفيها جوايز وفيها يا رب يكون ده يعني طالع في فيس. اظن يا رب يعني اقول لك على وشك كمان بجد؟ اه طب والله الحمد لله انه انتي آم... يعني انتي جامد تحب شغلها وتكون عندها حاله الرضا آه. عن الشغل آه. الحمد لله ده بيظهر طب نعلق على ال... على, ال... على البوست ده على تويتر بتقولي كامراه آه. ومواطنه تونسيه استهجن اقاله شيراز العتيري رئيسه المركز القومي للسينما والصوره بطريقه غير مبرره آه رغم كفاءتها المعروفه ونزاهه ونزاه يشهد لها يشهد لها سينمائيون باختلافاتهم واجماع على نشاطها. آه تونس تحتاج الى كفاءتها اولا فوق اي اعتبارات اخرى. من هي شيراز العتيري لو انت عايزه تقولي الموضوع؟ آه هي كانت رئيسه المركز القومي للسينما والصوره آه الى الاسبوع اللي فات. احنا كلنا كسينمائيين مش بس على فكره في سينمائيين مصريين كتير قوي كتبوا ستيتس على فيسبوك وعلى تويتر بي بي بيستهجنوا برضو الاقاله تمت اقالتها تمت لاسباب مش معروفه من حقنا ان احنا نعرفها وانا بالنسبه لي فعلا دلوقتي احنا في, في يعني محتاجين للكفاءات محتاجين الناس تشتغل لماذا اقيلت لا لا ندري فاحنا كلنا كسينمائيين بنقول لماذا هل دي اعتبارات شخصيه لو اعتبارات شخصيه تتاجل شويه لانه احنا محتاجين الكفاءات يعني احنا مش 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 في مش في ظروف دلوقتي تخلينا نستغنى عن الكفاءات ده <applause> فطالما الناس السينمائيين اللي هم اهل البيت حابين الست وشايفين انها نزيهه وشايفين انها بتشتغل وشايفين انها عملت نقله طب تمشي ليه؟ فكلنا يعني مش انا لوحدي انا كجزء من من منظومه كبيره كلنا صراحه استغربنا هذه الاقاله نشوف الصورة القادمة. ده هنا ايه في المهرجان اه المهرجان ده حطيت ال... فينس و... فينس والجونة. أنت كنت بتسألي الناس ايه؟ اللي... ايه أكتر ستايل عجبكم؟ ما هو لازم برضه نعمل كده ونعمل كده آه نروح بنجلاديش ونلف الناس مستايل. عجبها يعني؟ ايه أنا بحب أكتر أكتر واحدة أنا بحب القميص البينك لسه كنت, كنت هقول لك أنا يعجبني أنا عجبني مم. جدا القميص لأن دي أنا دي شخصيتي. مم. هي الستايل بيبقى حلو لما شخصيه الواحد بتبان فيه. بالظبط اخر صوره عندنا الفنانه صابرين بالامس خلعت الحجاب ووضعت صورتها على الانستغرام وهجوم شرس من الناس الفنانه صابرين من اجمد الممثلات اللي انا اللي انا اعرفها. ومن اطيب القلوب اللي انا اعرفها غير كده يعني هذه حريتها انا عمري ما اتكلمت في الحريات الشخصيه ولا يقل احترامي ولا يزيد بشكل خالص انا ليا ان انا الست دي بحترمها كممثله وكبني ادمه تقول لها ايه في رساله لصبرين بقول لها... صبرين امبارح كانت بتبكي على الهواء بقول لها جميله دائما جميله كنت ودا وجميله لا تزال ما عنديش حاجه تانية اقولها باقي كله انا اكره الحكم اولا على الاخرين والحكم سهل ورا كمبيوتر سهل قوي في وانت مستخبي ورا 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 شاشه هند من اكتر يعني هي قريبه ليا طبعا بس هي من اكتر الناس الذكيه جدا في اجابتها الحكم سهل ورا كمبيوتر ممكن اخد ده كوبي رايت يعني هاخده واقول دايما هند اللي آه كانت بتقول يعني كده, كده. هديكي كوبي رايت مش اوكي الجمله دي عجبتني هستخدمها يا سلام جو حي جو بقيت. بقيت. عايزين نحيي جمهورنا بالتونسي لان احنا على قناه الحدث هتحييهم معايا بالتونسي انا حي بالتونسي ايه. قول لهم نحبكم برشا بحبكم برشا نحبكم برشا نحبكم برشا و شنو تحب تقول لهم يا كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم بخير برافو برافو لغات برافو عليك هند انا بشكرك بحييكي أه يعني بشد على ايدك لانك زي ما قلت كانسانة قادرة ان انت تواكبي كل هذه التغيرات في الحياة تختاري صح على فكرة مش سهل يا جماعة والله بنتين وزوج وحياة وشغل الموضوع مش سهل, <applause> مش سهل. الناس بتفتكر ان حياة الفنان مش سهل. دي سهلة لا ومش الفنان بس يا يعني أي حد بيبقى شغله بيحطه قدام زي ما قلنا الحكم والكاميرات والأضواء ويبقى مسلط عليه الأضواء وممكن يعني دي دي حياة مش سهلة خالص يعني ولكن الحمد لله بنعمل الحمد لله بنقصر بنسيب أثر وهي هند اللي انتوا شايفينها دي هي هند الحقيقيه على فكره مش حد قدام الكاميرا حاجه وورا الكاميرا حاجه ثانيه هي دي نفس الشخصيه انا بشكرك <applause> انا اللي بشكرك وحمد البنات سلام. وسلمي على أحنا. يوصل حبيبتي ونورتي الشاشه أشكرك <applause> جدا واشكركم اعزائي المشاهدين ده كان اسبوعنا هذا الاسبوع مليء بالنجوم وختمناه بالنجمه الاجمل هند صبري واراكم الاسبوع المقبل وهذه لمسه الحديد يحييكم صباح خير